تتسلم اليوم مديرية أوقاف بني سويف 4 طن من لحوم صفوف الأضاحي، ليصل ما تم تسلمه لمديرية أوقاف بني سويف 16 طن. قد استلمنا اليوم الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي لمحافظة كفر الشيخ، فيكون ما تم استلامه عدد 8 طن. اليوم الاثنين الموافق الثاني من أغسطس عام 2021 تم وصول عدد 4 طن من لحوم صقور الأضاحي لغريب أوقاف الجيزة. وصول الدفعة الأولى من لحوم صقور الأضاحي لمديرية أوقاف مطروح، الكمية التي وصلت 2 طن من اللحوم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه في يوم الاثنين الموافق 2/8/2021 تم وصول الرسالة الثالثة من لحوم صقور الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 12 طن. كل عام أنتم بخير.